بنات أطفال بنات بنات هي السوق ستوت هاي خاطر دخيل الله شوفوا بالعالم صاير هيك شيء. ولو زين التقرير بكلمات من ذهب لن يحرك قلوبكم إلا صوت صحرة. طفلة تعمل على ستوتة تنظف الشوارع من نفايات الفاسدين ربما أو من نفايات النائمين بلا تعب، فمن يستجيب بحرقة وغضب؟ احكي لهلج، احكي الناس عندهم غيرة، احكي لهم. والله اريد يصير عندنا بيت وابوي يتعالج على مود اخواني يرجعون يدرسون، ما قاعد يدرسون ولا يقرون. طفلة في 13 من عمرها تخاطب الرجال، عراقية تدق أبواب المسؤولين، تقول لكم أريد أن أرتاح. ما الساعة مش طيب انتي؟ سبعة. سبعة شنو؟ صباح؟ شو قلت ترجعين؟ شايف كل وحدة بالثنتين أطنى برجع أطلع أرجع بالخمسة بالستة. طفلة كركوك بألف رجل، فلماذا قتلتم براءتها؟ فهل تتركون سحر وعائلتها في حال لا يرضاها عدو قبل صديق وقد أضناها التعب؟ هذول هاي بنية هاي تعيش البيت هذا بنية شي زبايين تقبلون دولي؟ رسالة عاجلة لمن تركوا العراق وأطفاله ورجاله وانشغلوا بالمناصب والمكاسب أو بالذهب. طفلة تدق باب الغيرة، فهل من مسؤول يلبي الطلب؟ فلا وقت أمامكم إن لم تحرك فيكم الطفولة حرقة شعب يثور بالغضب. شوفوا يا عالم، الأب ما يشوف، هذا الأب يشوف؟ لا أبد ما يشوف؟ لا كل شيء هسه أبد ما يشوف ما يشوف. هذول هاي بنية هاي تعيش البيت هذا.